كانت تجربة في مجال التجارة وفي هذا المجال هذا تاع مطعم هو مطعم كبير جدا. كنت انا واحد صديق تالي قلنا علاش لا نديروا شي حاجه كبيره ونسيروا في مدينه مراكش اللي هي سياحيه. وما ما كملتش صافي تسرد القصه انني خرجت بلا ما ناخذ الحقوق ديالي وصافي الشيء اللي كاين ماشي هو ماشي نصب واحتيال ولكن انا بحال اللي انسحبت بلا ما ناخذ الحقوق ديالي ولكن واخا الحقوق ديالي كانوا كثيره ولكن ما خديتهاش حيت ما نقدرش نبقى متابع مع السياد ولا نمشي ندعي ولا يدعيني. قلنا صافي الله يسامح ولي دا شي حاجه الله يسير عليه. We'll be right back.